ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره سكوب، والنهارده السكوب معانا فني، وهنتكلم فيه عن مسلسلات الجريمه والتحقيقات واللي بدات تنتشر في الدراما المصريه والعربيه بشكل كبير خلال الفتره الاخيره. المسلسلات دي قدرت انها تحقق نجاح كبير جدا واشاده واسعه من الجمهور المصري والعربي، وكان اخر النوعيه دي من المسلسلات مسلسل تحقيق، واللي كان بطوله عدد كبير من الشباب زي احمد مالك وطار عماد وهدى المفتي، واتعرض على واحده من المنصات من اسبوعين. نجاح المسلسل ده وغيره من المسلسلات اللي بتمثل خط الجريمة خلى ناس كتير تسأل هل هنشوف الفترة اللي جاية النوعية دي بشكل أكبر، ولا هتبقى موضة لفترة قصيرة وبعدين هتختفي. عشان نتكلم أكتر عن خط مسلسلات الجريمة في الدراما المصرية هينضم لينا على زوم الكاتب الصحفي خالد إبراهيم، الصحفي بجريدة اليوم السابع. أهلا يا خالد. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. عامل إيه؟ كله تمام الحمد لله. طيب خالد، احنا كنا بنسأل عن مسلسلات الجريمة اللي فجأة ظهرت في مصر بصورة أكبر عن الأول، تفتكر احنا هنشوف النوع ده من المسلسلات أكتر في مصر، ولا هتبقى فترة وموضة وهتخلص وهتعدي؟ لا، أنا بشوف إن هي مش موضة ولا حاجة، أنا بشوف إن هو واحد من الأنواع المهمة جدا جدا في عالم الدراما بشكل عام. طبعا النوع ده موجود بشكل واسع جدا ومكثف جدا في كل أنحاء العالم، لكن تحديدا في مصر هنلاقي انه في مسلسلات تظهر شويه تتكلم عن فكره الاثاره والغموض، ويبقى في لغز والناس تحاول تحله، او يبقى في خط الناس مش فاهماه لحد ما الاحداث بتبدا تتضح يعني لحد نهايه المسلسل. ولكن كل الوقت كان في تركيز، خليني اقول لك، في السنين الاخيره على فكره الاعمال الشويه البعيده عن الخط ده. يعني هنلاقينا شويه كنا بنركز في الاعمال اللي ليها علاقه مثلا بمواجهه الارهاب، هنلاقي ان في اعمال كتير كانت موجهه لفكره وطنيه يعني بشكل عام، وده كان بيخدم الاجواء العامه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي وفي السنين السابقه، وهو خط مهم جدا وناجح جدا بالمناسبه يعني، والناس مقبله عليه. في خط تاني، خط اجتماعي، هتلاقي مثلا دراما اللي هي مثلا زي ابو العروسه والمسلسلات اللي زي دي واكله جدا مع الناس، الناس بتحب تتداول الحوار بتاعها على السوشيال ميديا، بتحب تقول الحكم اللي فيها، تحب تقول ان ليها قيمه معينه في بتركز عليها يعني من قيم المجتمع المصري. ولكن ما ننساش ان الفن عموما هو حاله من المتعه، او المتعه او الاثاره او الغموض، فكل ده بتوفره المسلسلات القائمه على هذا النوع. انا بشوف انه هنلاقي ان الناس اللي بتقرا كتير والروايات عندها أولوية وحاجة واضحة جدا يعني في فكرة الإمتاع الأدبي، هنلاقي إن هم بيتجهوا شوية للقصص اللي فيها نوع من أنواع الغموض والإثارة، وده مش في مصر بس، ده يعني حتى فكرة عالمية من أيام أجاثا كريستي وهي بتكتب القصص القايمة على الغموض، واللي بالمناسبة رجعنا دلوقتي تاني ناخد أعمالها علشان يحولوها في السينما زي ما حصل في هوليوود في السنين الاخيره. وبالتالي انا بشوف ان ده واحد من اهم الانواع اللي موجوده في الدراما بشكل عام، لانه قادر ان هو يجذب شريحه كبيره جدا من المشاهدين. وخلينا نركز شويه على فكره المشاهدين اللي هم في سن المراهقه شويه او في سن اكبر شويه، يعني ده السن المهم جدا اللي بيخاطبوا المسلسلات اللي من نوعيه اللي قايمه على فكره الغموض والاثاره يعني. يعني خالد، كنت لسه اسالك حالا، احنا فعلا بنلاحظ ان معظم الشباب 16 بلس زي ما بيقولوا، او فوق سن 16، السن ده هو اللي بيتابع اكتر نوعيه المسلسلات دي. صحيح، هو ده اللي بيركز اكتر على المشاهدات او الاعمال اللي في السكه دي او في التراك ده، لانه يعني شئنا ام ابينا ان الجيل ده مطلع أكتر من الأجيال السابقة على الدراما العالمية، مطلع أكتر مننا على أو أكتر من الأجيال السابقة على السينما العالمية والفن عموما، لأنه العالم دلوقتي زي ما بنقول دايما الكليشيه بتاعنا بقى قرية صغيرة، فيقدر دلوقتي يعرف أي نوع من أنواع الفنون بره، يقدر يطلع على أي دولة بتنتج أعمال، يقدر يعرف توجهات الدول دي دماغها رايحة فين، الدراما عندها شكلها بقى عامل إزاي، وبالتالي هو ما بقاش يعني دماغه ما بقتش محددة أو مقصورة على المسلسلات الناطقة باللغة العربية سواء من مصر أو أي دولة أخرى. وبالتالي إن هو دلوقتي الأفاق عنده توسعت،
احنا هنا كمان صناع الدراما عندنا عندهم طفره كبيره جدا على مستوى الاخراج، على مستوى التصوير، على مستوى الافكار، على مستوى كل حاجه. هنلاقي المزيكا طبعا عنصر مهم جدا من عناصر تحديدا اللي قايم عليها النوع ده من الدراما، وبالتالي الطفره دي حصلت فخلت عندنا نوع من انواع اللي هو يعني عصف ذهني للافكار اللي موجوده دلوقتي في الدراما المصريه. فبالتالي الدراما بدات تاخد خطوات مهمه جدا. يعني الاول مثلا كنا بنتكلم على فكره ان المسلسلات يا جماعه في رمضان 30 حلقه وكتير جدا، فبدانا نشوف على المنصات المسلسلات الحلقات بتاعتها اقل 10 و8 و9. ده النوع اللي قايم عليه فكره الدراما الغموض ودراما الاثاره، لان هي مش محتاجه مشاهد يفضل قاعد 45 دقيقة كده برتابة وملل، لا هو عايز أحداث سريعة جدا، هو عايز طول الوقت يحس إن هو بيجري ورا حد أو حد بيجري وراه، فده مهم جدا وده العنصر الأهم. هو ده دلوقتي بقت حياتنا إحنا، كل حاجة بقت سريعة، محدش بقى يستحمل إن هو يفضل قاعد 30 يوم أو أكتر بيتفرج على مسلسل وأحداثه تبقى ماشية ببطء، الحياة اتغيرت شكلها حتى دلوقتي. طيب صحيح الريتم بتاعنا بقى مختلف، بس خلينا نقول ان ده نوع من انواع الدراما اللي موجود. يعني عادي ممكن اقعد اتفرج على مسلسل 45 او ساعه، 45 دقيقه او ساعه، ولكن يكون شاددني. يعني ده اهم حاجه في المسلسل ان هو يكون شاددني بس. طيب انت شايف ان شاب زي احمد مالك في مسلسل تحقيق ان هو يكون بطل ويعمل بطوله المسلسل او كده، ده انت شايف ان لازم يكون السن زي ما هو في السن ده ولا يبقى متغير؟ لا 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 بالعكس، انا شايف ان هو كان في سن مثالي. يعني انا لو هدور على حد يلعب بطوله المسلسل ده، طبعا في عندنا نجوم كتير جدا، ولكن هتلاقي ان احمد مالك يعني مالي الدور بتاعه. انا مش هقعد اقول بقى الجمل بتاعه ان احمد مالك ناضج فنيا والكلام ده، لان هو فعلا في حته مختلفه، وان هو فعلا بقاله فتره طويله جدا بيثبت نفسه. هو اثبت نفسه من الاطلاله الاولى ليه من اكتر من 10 سنين لما عمل دور حسن البنا في مسلسل الجماعة، لكن هو مع الوقت ومع السن تطور كبير جدا. ما ننساش ان هو طلع بره القطر المصري وبدأ يمثل بره، فده اداله نوع من انواع الخبرات، مثل طبعا مع ناس كتير جدا كبار في مصر، اداله نوع من انواع الثقل الفني. وبالتالي انا بشوف ان هو في مسلسل تحقيق قدر يعمل اللي هو مطلوب منه، قدر يعمل فكره الشخص اللي هو، احنا طبعا مش عايزين نحرق الاحداث بالنسبه للناس عشان تخش تتفرج، لكن قدر يعمل الشخص اللي انت ساعات بتتعاطفي معاه، ساعات بتقولي له انت ايه ده عملت ده ليه. الاحداث بنفسها بتاعه القصه بتدفعك ان انت تسلمي كده دماغك للاحداث، علشان هي اللي تسوقنا، وهي احنا ما نعرفش اللي جاي فيه ايه. وبالتالي احمد مالك حقق اللي مطلوب منه، ومش احمد مالك بس، يعني انا بتكلم على احمد مالك، على مي الغيطي، على هدى المفتي. انا بشوف ان اختيار المجموعه القريبه قوي من بعض في السن ده كان موفق الى حد كبير جدا. الناس اللي مش بتشوف او الناس اللي عندها مشاكل مع اي حد من الابطال او مش المفضل بالنسبه لهم، هتشوف انه ممكن كان يقوم بالدور مثلا فلان النجم الكبير او اي اسم تاني، ولكن انا بشوف ان المجموعه دي تحديدا مع بعض كانت عامله حاله ممتازه جدا مناسبه لاجواء المسلسل. شكرا الكاتب الصحفي خالد ابراهيم بجريده اليوم السابع، وبكده نكون خلصنا فقره سكوب.